تفاعل بنك CIH مع قضية زبونة تزعم اختفاء مبلغ 4 ملايين سنتيم من حسابها خلال مقطع فيديو نشرته على السوشيال ميديا. مشيت البنكة باش نخرج فلوسي 4 مليون باش نحل بروجي، كنت فاجأ أنني عندي 42 درهم من 4 مليون. نعود لكم، ما نعود لكم الأسرار كاملة. هي بزنيبر تزدت لها 10 مليون شهر 5 مؤخرا. هي بزنيبر تزدت لها 3 مليون مؤخرا من بنكة سياش. 4 مليون باش نحل بها بروجي، 4 مليون ضربت فيها تمارة، 4 مليون وانا كنجمع فيها، 4 مليون مشات ليا هكاك تيخسر عليا. شوفي لما انتي كتبرسيها لابليكاسيون ديالك كتبرسيها. دابا انا في واحد الحاله هيستيريا، فهمتوا؟ ما حد اي حد امي ما كايناش با ابسون. مع الاسف خويا صغير كاش لي لي واسيك، الحمد لله سي الحمد لله، حنا كنطيحو حتى نوضو باذن الله. البنك أوضح في بيان أنه استقبل الزبونة المعنية وتم الاستماع لها، وخلال المحادثة اعترفت الزبونة بأنها أدلت بمعلوماتها البنكية لصديقة لها كانت تستعمل البطاقة البنكية في عمليات الشراء من الإنترنت، وأن الزبونة المعنية كانت مدى صديقتها كلامرة برنزال التأكيد لمرسل من طرف غالبنك إلى رقمها لهاتفي.